تعالوا بقى أهم ما جاء في الكلمة، وهو ما يتعلق بالمستقبل. يعني هنا المشير عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن أنه المستقبل بقى الناس هتعمل إيه؟ هل المواطن المصري على استعداد أن يتحمل وعلى استعداد أن يبني؟ هو هنا ينظر إلى المستقبل، وعشان كده هتلاقوه بيقولوا أوعوا تعتقدوا أنه مستقبل مصر في يدي الشخص، في يد الشخص اللي انتوا بتعتقدوا ان انتوا لما تختاروه وكأنه يحمل عصا موسى هيضرب بيها في الارض فيحل كل المشاكل المتعلقة بمصر. يعني المشير السيسي لا يحمل عصا موسى، هنا في اشارة الى انه لو تولى انتخابات الرئاسة اذا ما وفق في الانتخابات فهو بيخاطب الناس. طب الناس هتعمل ايه؟ على استعداد ان تتحمل المسؤولية ولا لا؟ حتى لما بتكلم انه الناس تصحى 5 الصبح، يعني هنا في إشارة إلى أنه الناس لابد أن تبدأ مرحلة البناء والعمل والتنمية. تعالوا نشوف كلام المشير عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالمستقبل، وبيحذر الناس اوعوا تعتقدوا أنه حل المشاكل في يد الشخص اللي بتحلموا باختياره. اوعوا تفتكروا أن في حد هيقدر يحل المسائل والمشاكل في مصر مهما كان اللي انتوا ممكن تختاروه. لا، الموضوع هيتحل بينا كلنا. انا بقول لكم عشان تكونوا واضحين، الامور واضحه زي ما انا كنت بفضل الله شايف احنا رايحين على فين. انا برضو عارف المشكله دي ممكن تتحل ازاي او مشاكلنا ممكن تتحل ازاي. اوعوا تفتكروا انها ممكن تتحل باي حد تاني الا بكل المصريين مع بعض. يد الله مع الجماعه، الجماعه الطيبه، الجماعه المخلصه، الجماعه المحبه اللي بتبني، اللي بتعمل حياه للناس. لو المصريين كلهم ما عملوش كده اوعى تفتكروا ان المشاكل اللي بقالها بتتراكم على مصر أكتر من 30 سنة ممكن تتحل من غير ما نحط إيدينا كلنا في إيدين بعض. لا، اللي هيحصل عشان يبقى تسجلوا عليا الكلام وتسجلوه عليكم، هتخرجوا مرة تانية وتقولوا مع السلامة متصورين إن الحل في إيد الله. لا، الحل مش في إيد حد غيركم انتوا. لما تخرج من بيتك الساعة 5 الصبح حتى عشان تخفف المرور يا أخي، مش كده ولا إيه؟ حتى عشان تخفف المرور ترحم الناس. أقدر أنزل أنا بدري شوية، أنزل بدري وأروح شغل، أدي 2 ساعة للبلد. محتاجين مش 2 ساعة، محتاجين ساعات. أوعوا تفتكروا إن مصر هتقدر تقوم بإن الناس تساعدنا. لا، يبقى أنا اتكلمت مع حضراتكم في موضوع منتهى الأهمية، في موضوع في منتهى الأهمية، أهمية إن إحنا كلنا نتكاتف عشان مصر تفضل مصر، ما تبقاش زي أي حد تاني. وبالمناسبة احنا 90 مليون، لو لا قدر الله ما خليناش بالنا مش هتقوم تاني. وانا ما بخوفش حد، مش هتقوم تاني. ادي 1. نمرة 2، اوعى تفتكروا ان النجاح القادم مرتبط بالشخصية اللي هتختاروها. لا لا، النجاح القادم مرتبط بحضراتكم انتم، عايزين ولا مش عايزين. اللي عايز يبقى هينسى نفسه، هينسى نفسه ويفتكر بس بلده وأبنائه ومستقبلهم اللي جاي. أرجو إني ما أكونش ضايقتكم بالكلام دوت، لكن أنا كنت محتاج أتكلم معاكم عشان أقول إن إحنا محتاجين
نتوقف ونفكر وبعد كده نقرر إن شاء الله. ده أهم ما جاء في الكلمة اللي ألقاها المشير عبد الفتاح السيسي في الكلية الحربية بمناسبة انتهاء فترة الإعداد والتدريبات لمجموعة من الدفع بالكليات والمعاهد العسكرية. أهم ما جاء في الكلمة الأخيرة هو اوعى الناس تعتقد كما استمعتم أنه كل الناس طبعا بتطالب عاوزين السيسي يجي وكأنه السيسي يملك مفاتيح كل المشاكل ويملك حلولا لكل الأزمات. المشير السيسي يتحدث عن أنه اوعوا تعتقدوا أنه هذه الأمال والأحلام يمكن أن تتحقق أو هي في إيد شخص، إنما المسألة في إيد شعب، على الشعب أن يتحمل وأن يبني معه. بالتأكيد أنه ده أهم ما جاء في الكلمة، لخصناها لكم في أربع حاجات. الأولى أعلن لماذا لم يعلن حتى الآن ولم يحسم بشكل نهائي ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه مقيد بالمنصب ولأنه مقيد أيضا بترتيبات تتعلق بالأمن القومي وبالظروف اللي بتعيشها مصر. اتنين، أنه كمان لن يدير زهرة للمطالب الشعبية اللي بتطالب بترشحه لانتخابات الرئاسة، وبالتالي هذا الكلام بوضوح أنه سيعلن خلال أيام، خاصة قال بقى سيبوها للخطوات والإجراءات الرسمية المتعلقة بذلك. كمان كان مهما أن يذكر الناس باللي عمله مع محمد مرسي، أنه يا أخي اقبل بانتخابات، اقبل باستفتاء، يعني بدأت اعمل استفتاء على وجودك، رفض، اعمل استفتاء لو الناس عايزينك، خلاص يبقى الناس تسكت، لو الناس مش عايزينك يبقى انتوا تسكتوا. يبقى هنا المسألة متعلقة بانه كان في حلول كثيرة لمنع الفتنة التي حدثت والتي ادت الى ثورة غضب لكل المصريين وادت الى ثورة 30/6. وهو عاوز يقول من كل ده انه مصر لابد ان تحكم بتكاتف الجميع في المرحلة القادمة. الكلام الاخير متعلق بمرحلة المستقبل حينما يأتي رئيسا إذا ما وفق، لأنه البعض بيطمح ويطمع في أن تنتهي كل الأزمات، لكن أعتقد أنه ده يتطلب مجهودا كبيرا كما أكد المشير السيسي. ده أهم ما جاء في الكلمة التي أثارت تكهنات كثيرة وعديدة، لكن على الأقل حسمت موضوع ترشحه لانتخابات الرئاسة، وأصبح الموضوع نهائيا في ظل حالة بلبلة تثار بين الحين والآخر.